السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه غزلان انوال. اليوم غادي معكم مع واحد البيتزا نديرها لوليداتي، كي شتو دابا مع الجالسين في الدار حنا ولا هما. هذا مكان. المهم هنا بالنسبه للعجين كاين دقيق الفرس وكاين الملحه وكاين دقيق فينو وشويه ديال الزيت، وهنا دارون مسوس وواحد الفريميجه. الا عندكم فرماج كيري ديرو كيري ولا هذا اللي عندكم. وهنا شويه ديال سنيده بالنسبه للعجين، والملح طبيعه الحال ما نسيتهاش، والخميره هذه بالنسبه لصالي الا كتواجد عندكم. لما كتواجدش ديرو غير هذه ديال العجين. وهذه مطيشه المركزه وهذه مطيشه البنات. هذه غادي نصيبها كي شتو دابا مع المهم ما بقيناش كنخرجوا ولا غتخرجوا، خاصكم ديما ورقه باش تخرجوا. ايوا انا قلت نكتفي بهاد نصيب هاد مطيشه، هاد الصلصه ديال البيتزا. والله الا كنديرها هائله هائله ما تشبعوش منها، ومن بعد كنطحنها. المهم غادي نوريكم كلشي الطريقه. هذه غادي نزيد ليها غير شويه ما نديرش كاع الزيت، غنديرها هكا مع قزبر ومعدنوس ونديرها طيب. ملي طيب ان شاء الله نطحنها في الطحان الكهربائي ولا الطحان ديال اللي دلي عندكم. هو المهم البنات هانتوما، والمايس حكا المايس حتى هو، المهم الزيتون مورساريلا، المهم كلشي. الا هانتوما البنات درنا الفينو دقيق الفينو والحليب حتى هو راه نسيتو ما قلتوش لكم، نص كاس. وها هي مطيشه اللي قلت لكم دابا غنديرها باش طيب. المهم غنديروا الدقيق حتى هو، ديروا غير المهم وحده ولا جوج اللي بغيتها البنات. غنديروا الحليب، غادي ندير ياغورت طبيعي معلقه تقريبا، معلقه حتى معلقه ونص. غادي نديروا كما قلت لكم فرماجه، الا عندكم كيري ديروا كيري، اللي عندكم اللي كيتواجد عندكم، ما عندكمش بلاش ما كاينش بلا ما ديروا. شويه ديال السكر سنيده، شويه ديال الزيت، وهاد الخميره اللي قلت لكم. المهم ونخلطوا مع الماء ونديروا الماء حتى هي، نخلطوا كلشي ومن بعد نرجع معكم. ها هي البنات، من بعد ما عجناها درنا ليها شويه الزيت. ضروري ديروها في هاد البلاستيك وتخليوها في الثلاجه مده 10 5 دقائق حتى 6 دقائق، ومن بعد نرجع معكم. هاد السر هذا ديال الثلاجه زوينه، كيخليها فتيه ورطبه. هذه الطريقه اللي درت لكم ديال اختي هي اللي كديرها. ها هي نخليوها في الثلاجه 5 دقائق من بعد نرجع معكم. هذيك مطيشه اللي وريتكم هي البنات، راه تبارك الله اي دار متواجده فيها هاد الطماطم في الدار. والله العظيم ديروا هاد الصلصه كتجي واعره 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 واعره. دابا غنتسنى عليها حتى طيب. درت لها غير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار وقزبر ومعدنوس، وقطعت مطيشه هكاك بجلو بقشورها وداك الشيء، غير غسلوها مزيان. ها هي دابا نتسناها ان شاء الله تبرد ونطحنها في الطحانه، من بعد نرجع معكم باش نقرص بيتزا وتشوفوا الطريقه كيفاش كندير ليها. ها نتوما البنات، ها العجينه ها هي درت فيها جوجات. ها هي مطيشه غادي نطحنها دابا البنات. الا عندكم ديال اللي ديروها، ما عندكمش ديروا غير هذه. كما قلت لكم مطيشه متواجده في الدار الحمد لله، نصيبوها غير بهذيك الا ما كايناش غير لاصوص طوماط. ها هي طحنتها، غادي نزيدو ليها شويه ديال الزيت البلديه غير شويه. الا ما عندكمش ديروا غير الاخرى، عرفتي على ريحه فيها خصوصا بالقزبر، روعه روعه روعه. ايوا زعما كان البنات، المهم تنبغي نشاركوا معكم شي حاجه باش ندوزوا الوقت وصافي، لان كي شفتوا مع هذا الحجر الصحي خاصنا نطيبوا شي حاجه اللي كنستافدوا فيها، كي كيستافدوا فيها يعني حنايا ولا حتى الولاد ديالنا. بحال كنا كنديروا بيتزا غير بعجين بدقيق الفرس، دابا خلطتوا مع الفينو وكتجي زوينه وهائله، جربوها. ها هي البنات، المهم غادي نطلقوها غادي نديروها هكا ندورها. المهم تنسالين ان شاء الله ونديروها في البلاطه ونجي معكم.
هانتوما خلطوا معها هاد جوج معالق ديال مطيشه المركزه زينه عندكم، الا ما عندكمش تكتفيو غير بهذه. كما قلت لكم ريحه القزبور كيطلع فيها واعره واعره. ايوا هذا مكان البنات. المهم غنديروا كاع صلصه الطماطم ومن بعد نخشيوها في الفران. وبغيت نقول لكم البنات عليكم بالرياضه، لحقاش مع هذا الحجز غنبداو ناكلو 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 وغنزيدو في الكيلوات، ونهار يقولوا لينا صافي خرجوا غادي حوايجنا ما غيقدوناش. هاد الشيء علاش البنات ديروا واحد ساعه في النهار مده 20 دقيقه كما كندير انا لوليداتي، كديروا واحد لابليكاسيون غديروا الرياضه في المنزل ولا لو سبور على ميزون، وغادي تخرج لكم ديك لابليكاسيون وديروها. والله العظيم الى تمارين واعرين. المهم بعدا نوريوهم نديرو معاهم الرياضه شويه، نتوانسو معاهم نلعبو معاهم شويه ونديرو معاهم الرياضه، نقسمو ليهم ساعه في النهار ديال الرياضه وساعه ديال نلعبو معاهم. ايوا هذا مكان البنات. المهم غير الا قدرت نفيدكم شويه، رانا قلت لكم ضروري عليكم بالرياضه حتى هي باش ما يقصوش ويقمطوا سميتو. المهم ها هي البنات، ها مطيشه اللي قلت لكم غادي نديها دابا للفران غطيب تحمر شويه في التحت ومن الفوق غير شويه، ونرجع باش نكمل معكم الطريقه النهائيه. هذا البنات هذه سميتها شيكاغو، درت غير درت العجين لتحت وسميتو ثقبتها ودرت لها الفرماج، عاد غندير لها الصوص صوص طوماط من الفوق هما، ومن بعد نزين هذا الزيتون. بغيتو ديروا لها الخضره ديروها كتجي، لكن ما ديروش مطيشه تديروا الخضره مثلا ديروا الفرماج والخضره عاد مطيشه من الفوق، لكن انا بنتي ما بغاتهاش بالخضره غنديرها ليها غير هكا سامبل يعني. وديروا زينوها بالزيتون من الفوق، ودابا غادي نخشيوها في الفران ان شاء الله ملي تحمر الفوق والتحت ونرجع معكم. ها هي البنات. المهم راه درت ليها مورساريلا وفرماج غابي والزيتون وشويه الزعتر، هاني دابا غندخلها الفران. هانتوما البنات درنا الفلفله حلوه اللي دوزت شويه الزيت، غادي نديرو موساريلا دابا، ومن بعد نديرو الدنجال والزيتون والمايس. هانتوما تنكملو ان شاء الله ونخشيوها في الفران. هانتوما غادي نديرو غير من الفوق، من بعد غادي ندير المايس. هادي غير طريقة اختيارية، إلا بغيتو إلا ما بغيتوش ما ديروش. من بعد نديرو الزيتون كما قلت لكم كيتوجد عندي الكحل ودرت هذا. هي دابا غنديوها الفران البنات، ومن بعد ملي طيب نوري لكم الشكل النهائي. ها هي البيتزا ديالنا البنات، ها هي طابت، ها هي يلا خرجتها. دابا غادي نقطعهم، هادي قلت لكم شيكاغو بحال الشكل ديال، المهم ماشي شيكاغو 100% لكن المهم كنديروا فيها الخضره واللحم وداكشي. انا اكتفيت غير بالفرماج ومطيشه وزوقتها بالزيتون. المهم دابا غنقطعها معكم البنات. ها البيتزا ديالنا البنات، ها هي طابت، ها هي كي كتجي شفتوها انتما. هادي حتى هي اللي قلت لكم شيكاغو اللي فيها الفرماج لداخل شتيه، ها هي حتى هي. ونتمنى البنات تعجبكم ونتمنى تجربوها. وهذا ما كان البنات. المهم بغينا غير نتشاركوا معكم بيتزا كما قلت لكم، مادام حنا في الدار خاصنا وضروري ضروري ضروري نطيبو. وهذا الشيء اللي كان كما قلت لكم البنات، حاولوا حاولوا ديروا سبور، حاولوا راه حنا تبارك الله العيالات راه غير كل 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 مع هذا الحجز، ما كاينه ما تقدريش تخرجي ما تقدري ديري والو غير الضروريات. هذا الشيء علاش غديروا ساعه الله يعطيكم الستر ساعه لوليداتكم ديال السبور بعدا باش تا هما شويه منها تضحكوا منها سميتو. انا والله الا ملي بديت كنديرها شحال هذه ملي كنت
ملي كانت المهم قبل ما يبدا هذا الحجز داكشي كنديروها، لكن ملي كديريها في الدار شحال هادي ما درتيهاش كتجي كتعياي كتعياي كتعياي. وهذا ما كان البنات، المهم بقاو في ديوركم كما قالوا لكم، ان شاء الله تدوز هذه المحنه وهذا الشيء كلشي. والمهم جربوها كما قلت لكم، جربوا هذه البيتزا ونتمنى تعجبكم. والله الا الهضره راه كتلاف ملي كنبقاو نصوروا، كتكون ملي ما كنصوروش كتكون الهضره، واني ملي كنصوروا تيمشي كلشي. المهم البنات نتمنى نكون خفيفه على قلبكم. وشكرا شكرا شكرا جزيلا للمشتركين اللي كاينين معايا واللي غيدخلوا، مرحبا بهم عندي. وما تنساوش ضغط الجرس وجيم، هذا فضلا ماشي امرا. المهم هادشي اللي كاين البنات، ونتمنى نقول لكم السلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله، ونتمنى هذه البيتزا تعجبكم وديروها. السلام عليكم، سلام البنات.